تعالوا مع بعض نشوف اول وصفه هنبتدي بيها النهارده. وصفه الفريك عباره عن ايه؟ عباره عن فريك انا نعاه بقالي ساعتين في ميه عشان ينفش كده ويبقى حلو، وصفيت الميه منه، زبيب، عسل، لا العسل ده مش تبع الفريك، ولا الصلصه ولا الخل. معانا فريك وبصل وسمنه بلدي وتوم ماشي وزبيب ولوز خلاص وملح وفلفل. اول حاجه هنعملها ان انا الاول بصوا ده كبد وقلوب واوانس البط، هحط الاول بس الاوانس لوحدها تتشوح. نحطها كده بس هنا كده تتشوح. الستانلس ستيل من الحاجات اللي بتشوح الحاجة حلوة قوي. خلاص احط زيت نحط في الاول زيت عشان بيشوحه وبيخلي لونه احلى من لما بنبتدي بالسمنه. السمنه هتتحروق وهتحروق الحاجه بسرعه. هنعمل النهارده كشك بمرقه البط. عايزه اقول لكم حلو جدا جدا جدا، دسم بس فعلا بيدي طعم مختلف تماما عن مرقه الفراخ، بيبقى حلو قوي. نبص كده سخن ولا لا. طيب ممكن افرم الثوم عقبال ما الطاسه تسخن. نجيب الثوم كده نفرمه. عشان عايزه انكه الكبد والقوانص بالثوم. عايزه اقول لكم كمان وصفات النهارده تنفع لبواقي البط. يعني احنا لو احنا عندنا عزومه كانت امبارح مثلا فيها بط واتبقى كده شويه جناح على صدر ومش عارفين هناكله ازاي، هنعمله بالطريقه دي، ان احنا نحطه جوه الفريك وممكن نحطه كمان جوه الكشك، بيبقى لطيف جدا برده. من البواقي ممكن نعمل وصفتين ثلاثه ومن غير ما نبين اللي قدامنا ان احنا عاملينه عشان البواقي، لا هي دي وصفه بصدور البط المخلي. فبدل مثلا ما نحط الكبد والقوانص هنحط بط مخلي متفصص كده. ماشي؟ طيب ابتدي بقى احط الاول القوانص. عندي لسه خالص ما طيب هحط القوانص الاول. واحط الفريك برضو يتشوح. ازود شوية سمنة بلدي هشوحه كويس جدا. لما بشوحه كويس وهو اصلا منقوع بيدينا نتيجة حلوة قوي بقى وهو بيستوي. فنعمل الخطوة دي يعني ننقعه وبعدين نشوحه كويس. خلاص نقلب القوانص دي كده. والله في حاجات كده عايزه ايه ممكن نقطعها، ممكن نقطع القوانص حتت اصغر تستوي اسرع.
وتدينا كميه اكبر. بما ان قوانص يعني النهارده عامله لكم بطاطين فمش هيرموا معانا قوي قوانص وقلوب، وانا عايزاهم يبقوا اكتر، فايه نقطعهم اصغر من كده شويه. اطلع الكبار كده اقطعهم. بس كده ايه تقطعه كده ايه كويس اهو. وابتدوا بصوا بقى لونهم ابتدى يتغير اهو كده. ابتدي بقى احط هنا كبد البط. عايزه اقول لكم ريحه طلعت حلوه جدا مع اني مش حاطه اي حاجه غير زيت والقوانص ورشه ملح، بس الريحه حلوه قوي. احط بقى التوم ده اللي انا فرمته. كده اهو. وابتدي اقلب بقى كله مع بعضه اهو. هبتدي هنا احط بقى على الفريك حبة كده من البصل المبشور مش كله. يعني الكمية هقسمها اتنين، كمية على الفريك وكمية على الكبد والقوانص. اهو عايزين بقى تقطعوا البطة قبل ما تدخلوها الفرن وتتحمر، بس في ناس مزاج عندها في العزومات بالذات البط يحطوه بالطريقة دي. يعني ده سبب ان انا حطيته كده. يعني انا انا شخصيا لو عندي عزومه هستسهل واقطعه الاول، مش هحطه بالطريقه دي. لكن في ناس لازم يحطوا، حاضر، في ناس لازم يحطوا البط بالشكل ده اهو. انا كده ايه الفريك اهو بقى جاهز ان احنا نغرف وناكل منه على طول، والبطه اهي سخنه كده كده اهو. بصوا بصوا المنظر الفظيع ده اهو. تمام. ونرش بقى هنا لوز بالطريقه دي.